مش بتكون خايف منه حتى، مش عليه، مش عليه ده اكيد مش خايف منه ان رد هو فعله. طالع، هو طالع يعني ده مستبيع. بس اول حد في العالم يوقف ممثل بجد ويضرب التفاحه من فوق دماغه بالبندقيه بالسهم، عمرو سعد. عمرو سعد في حمله فرعون، ده جد مش هزار. وعندك الفيديو بتاعه يعني برضو من حضرتك يعني. عمرو صديق شخصي، فكان لازم يامن ثقه بينك وبينه، وهو عارف ان انا بضرب على ولادي، ولادي بيضربوا عليا، فهو هو مسمين عيله مجانين يعني. طب استاذ محمود، حضرتك يعني بيبقى معروف ان الادوات بتاعتكو يعني ما حدش يلمسها، ما حدش يجي ناحيتها غير حضرتك، لان بتبقى حاططها بوضع وانا يعني نفس يعني نفس الاسلحه اللي حضرتك بتضرب بيها على روح هي اللي بتضرب بيها على حضرتك. يعني بترتبها ازاي، او ايه يعني الاجراءات الامان برضو ليها ولحضرتك؟ الامان بتاعنا بس ان ما حدش يلمسها، عشان ممكن يكون حاطط زيت في شعره، وحاطط زيت في ايده، وحاطط كريم في ايده، ده على السلاح، خلي السلاح يجري من ايدي. بس كده ده الباقي بتاعي انا بقى. بابا بابا تركيز 90% في الدنيا كلها، 10% معايا لو انا احتجت حاجه، لكن غير كده كله بتاعي انا بعد كده. طب التابلو اللي بيلف ده غير الثابت طبعا، ده محتاج تركيز اعلى علشان حضرتك توصل للنقطه اللي هتضرب فيها بالزبط. هي كمان تعمل ايه وهي عماله بتلف كده؟ مش عارفه بقى انت حضرتك مركز ولا ايه الوضع؟ لا ازاي طبعا، لا عارفه وعارفه كمان خنجر جاي فين، خنجر فين ما انت وانت واقفه مركزه وشايفه هو هيضرب فين، وانا بلف عيني مفتوحه ومركزه إيه يعني وعارفه معايا. ده انت هتدخي كده؟ طب غمضي عينيك. لا 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 ما ينفعش اغمض عيني، لازم اكون شايفه. بص هنا كده، بص تمام. وبعدين كمان مش بتلف وترجع ورا، التابلو اللي بيلف كمان ده مش كهربائي، هو مانيوال. هيقف بايد بابا وهيشتغل بايد بابا. هو حضرتك النقط دي السوداء حضرتك لا ده ديكوريشن في التابلو ماشيين عليها يعني. لا والله جايه فيها بقى. بس انت اصلا لو شفتها تحس ان هي اساسا مش جنبي يعني شويه. طب انت مش بتدوخي من الحركه؟ ما انا نزلت وشايفني دايخه. دي اختها يا فندم ولا؟ لا دي زميله معانا معاك. لا بس حلو حتى شكل الاحتفال والتحيه من حضرتك للجمهور يعني. لا اتفرج على اللي احنا كمان في ابديت الموضوع. انا اول واحد في شركات العالم كلها يشتغل بالارمي بلبس الجيش. استاذ محمود حضرتك عملت عشان الثوره على فكره. حضرتك بتشارك في يعني اماكن بره مصر بالعروض بتاعت حضرتك، وفي الصين كمان وفي دول. انا اشتغلت انا اول عالم في بيونج يانج كوريا الشماليه، واول مصري ياخد اول عالم في النشان في 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 في, في, في خطوره في فقرات الخطر. دي كانت في مسابقات يعني عالميه مختلفه يعني. تمام. سيرك البرتغال، سيرك في البرتغال، سيرك مونتيرو ده اللي انا بشتغل فيه يعني، ممكن في السنه 3 4 مرات بسافر لهم. بيبقى في عاملين مبيعات على اسمي. انا الاتراكسيون بتاعهم، نروح نشتغل ونرجع على طول. طيب يعني في الحياه العاديه بقى بتاخد وقت قد ايه للتدريب، وشكل يومكو عامل ازاي؟ انا يومي 6 الصبح اكون بتمرن. كل يوم الساعه 6 الصبح حضرتك بتمرن؟ بالظبط. حضرتك دلوقتي بتلعب نشان بس ولا كمان الالعاب؟ لا خلاص بقى. خلاص دي يعني في العاب لها عمر معين. 50 ما ينفعش، ربنا يديك الصحه والعافيه. تخصص في العاب يعني لها سن معين بعد كده بتتوقفوا فيها؟ الاكروبات. عايزه لياقه اكتر مثلا؟ لا والخناجر لو ابتدت الايد تتهز لازم اقف. طب يا فندم التمارين اللي خاصه بحضرتك طبعا في حاجات متعلقه بالممارسه ان انت هتنشن، بس بيكون في تمارين هي اللي بتساعد على كده، مثلا حاجات علشان تقويه الدراع او حاجه حضرتك تكلمنا عنها يعني، بالتاكيد في حاجات مصاحبه ليها. المصاحبه ليها ضغط، انواع حاجات من انواع السويدي. بس المصاحب ليا انا اكتر بقى كتر الرمي، كتر رمي السلاح. محتاج تركيز اكتر صح؟ يعني ان شاء الله في مفاجاه نازله، بس لسه قدامي بتاع 9 شهور او 10 شهور ان شاء الله،
دي قنبلة الموسم زي ما بيقولوا. هاجر محمود أبو العنين دي اللي هتضرب عليا أنا وروح دي. يعني هتضرب هاجر أختي هتضرب صغيرة. بسلاحين يعني ولا إيه؟ هي اللي هتضرب علينا. أيوة بسلاحين يعني في نفس التوقيت بتضرب على حضرتك ولا في فيديو عندي كده أنا بضرب على اتنين. ممكن يكون إحنا الاتنين واقفين عادي وتضرب بسلاح شوية في الناحية دي وناحية دي وفي النص مش هتقف. أيوة أنا يعني بفهم برضه ممكن هاجر وروح يضرب على حضرتك يعني هو ده اللي هيحصل عادي برضه وأنا وروح نضرب على هاجر وأنا وهاجر نضرب على روح. ده عاملين مسابقة يعني ولا إيه؟ حاجة مجنونة كده جديدة يعني.